معاكم إلى بلدية الكويت، حيث قامت بلدية الكويت بجولة ميدانية على المحلات في سوق المباركية للتأكد من التزام المحلات بالمساحة المرخصة لها والكشف عن تراخيصها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل البلدية للمخالفين. طبعا أكدت البلدية خلال جولتها مع قناة الأخبار بأن جهودها مستمرة لرصد المخالفين. نتابع. تم رفع كل ما يعيق الطريق ويشوه المنظر العام في سوق المباركية من قبل بلدية الكويت، والتي قامت بدورها للتأكد من تراخيص المحلات والنظافة العامة. مو مهتم بمستوى النظافة، وباخذ إجراء وياه الحين بشوف ترخيص التجاري، بتأكد انه هو اذا عنده رخصة عند مستوى النظافة نتيك عليه وناخذ إجراء وياه. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، سواء على مستوى التراخيص والتي كان أغلبها مخالفاً بانتهائه دون تجديد. تم تحرير إنذارات سلامة وإنذارات نظافة، وتم تحرير بعض المخالفات لإشغالات الطرق، وجولاتنا مستمرة إن شاء الله سواء في المباركية أو غير المباركية في جميع نواحي الكويت. واللافت في الجولة، تم أغلاق الكثير من المحلات التجارية من قبل العمالة خوفا من المخالفة التي قد تترتب على المحل. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.